هنروح لمشاهدينا، وقبل ما ينزلوا على مدارسهم وجامعاتهم وأشغالهم تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر قبل ما تنزلوا. هنبدأ جولتنا من القاهرة بالتحديد، كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية إنما بسيطة للسيارات أمام اللي قادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكمان في كثافات في الاتجاه العكسي. نفس الأمر المتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، كمان في ظهرة بعض الكثافات إنما متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. أما نفق الأزهر فبيشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور القادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس، كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا لحد شارع أحمد سعيد. كمان في سيولة مرورية مكملة لحد منطقة صقر كوريش في المعادي، وهنمشي على طريق النصر وهناك هنلاحظ برضو وجود سيولة مرورية لكن بتبدأ تختفي وتظهر بعض الكثافات. ظهرت كمان كثافات على دائري المرجل المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه للأقاليم. بتظهر كمان بعض الكثافات المرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للي قادم من الأقاليم ومتجه للقاهرة عبر طريق الزراعي. كذلك الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للي قادم من المعادي ورايح لمناطق الجيزة. ونفس الموضوع في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، في كثافات على طريق المحور القادم من ميدان لبنان، وده بسبب طبعا أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات دي بتستمر لغاية ميدان لبنان. أما المتجه لأكتوبر ففي سيولة مرورية كبيرة هناك. لو رحنا بقى لمحور صفت فبيشهد كثافات مرورية وطبعا بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. ولو رحنا لشارع الهرم اللي بدأت تظهر فيه كثافات مرورية نتيجة طبعا التحويلات لغلق الشارع لمسافة 500 متر، وده بسبب أعمال إنشاء المترو. ولو رحنا لشارع ترسا الموازي هناك هنلاقي كثافات مرورية وهتبدأ تقل تدريجيا وتختفي عند نص الشارع، لكن هترجع تظهر كثافات كبيرة مرة تانية لحد ما نوصل لشارع خاتم المرسلين. في نفس الشارع ده هتبدأ تقل الكثافات وربما ممكن تختفي كمان لحد ما نروح لشارع ترعة الزمر الشرقي. ولو كملنا وطلعنا كوبري العمرانية هنلاحظ ان في هناك سيولة مرورية كبيرة جدا وهتبتدي تختفي اول ما نوصل لتقاطع شارع السلام مع ترعة الزمر. لو دخلنا لشارع سيدي عمار من ناحية ترعة الزمر هنلاحظ ان في كثافات مرورية كبيرة جدا هناك ومكملة لحد نص الشارع، هتبدأ تختفي مرورا بنهاية الشارع لحد ما نوصل لمدخل طريق صلاح سالم. نروح لشارع فيصل وهناك ونبدأ من محطة المريوطية، هناك هنلاقي كثافات مرورية كبيرة قوي على الجانبين ومكملة لحد محطة الطلبية، وهتبدأ تختفي الكثافات دي مع نهاية الشارع ولحد ما نطلع لكوبري فيصل المتجه لشارع السودان وشارع التحرير في الدقي. شارع التحرير نفسه بيشهد سيولة مرورية مكملة لحد ميدان التحرير، لكن في ميدان التحرير نفسه هنلاقي بعض الكثافات النسبية البسيطة. في شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة، وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم، في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة ودي مش بتأثر على حركة المرور. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة برضو مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة نروح لجنوب الصعيد وهنكمل في محافظة سوهاج، وهنبدأ من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي ونكمل ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، في كمان بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافات نسبية، وفي كمان كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية إنما بسيطة وهتبدأ تزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. خلصت كده نشرتنا المرورية وأخبارنا المرورية، نرجع مرة تانية لشاذلي نبدأ معاه فقرات برنامجنا.